حفل زفاف للنازحين في خيمة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا. من رحم المعاناة يولد الأمل، ورغم المأساة الإنسانية لكن الحرب لم تهزم الحب، ورغم الظلام لكن ما زال الأمل موجوداً. اللي قدامكم دول مش اتنين بيعملوا مشهد تمثيلي، دول عريس وعروسة فلسطينيين قرروا يتجوزوا ويعملوا فرح رغم كل الظروف اللي البلد بتمر بيها، ورغم الحرب والظروف الصعبة اللي وقفت كل حاجة، لكنها ما قدرتش توقف الحب. وكأن العروسين دول رفعوا شعار ونحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا. العريس والعروسة دول قصتهم انتشرت على نطاق واسع على السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة، والفرح بتاعهم تم إقامته في خيمة من خيم النازحين على الطريقة الفلسطينية في محاولة منهم لإدخال الفرحة والبهجة على نفوس الناس. ورغم تدمير البيوت والمدارس والمستشفيات، ورغم تحويل البلد لمقبرة جماعية، لكن العروسين قرروا يتمسكوا بحبهم وبحقهم في الحياة لآخر لحظة في حياتهم. وظهرت العروسة في الفرح بفستان بسيط، ويبدو ان الفستان ده مش زي اي فستان فرح، ده عباية بيضة واسعة عليها شوية قماش لونه احمر وشوية زغارف بسيطة، والطرحة اللي العروسة لابساها مش زي اي طرحة، دي مجرد حتة قماش بيضة مغطية بيها وشها. اما العريس فكان لابس هدومه العادية وحاطط على رقبته الشال الشهير، ورغم ان اليوم ده بتحلم بيه كل بنت، واي بنت عروسة بتفضل تجهز لليوم ده قبلها بكتير عشان تظهر باحسن مظهر. ولكن العروسة ظهرت بالفرح بهدوم عادية وبسيطة، ولا كأنها عروسة، ولكنها ظهرت في الصور والفيديوهات المنتشرة وهي الرضا على وشها. الصور دي انتشرت على نطاق واسع على السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة، والناس لما شافوها حسوا بالفرحة والسعادة في رغم الحزن اللي البلد كلها فيه. لكن العروسين قرروا الاحتفال بحفل زفافهم عشان يثبتوا إن مفيش حاجة مستحيلة. وبعد انتشار الصور دي كل الناس بدأت تسأل مين هم العروسين اللي قرروا يعملوا فرحهم في ظل الظروف الصعبة دي، وفي ناس انتقدتهم وقالوا إن ده مش وقته علشان حد يعمل فيه فرح، وفي ناس تانية قالوا إن من حقهم هم يفرحوا. العروسين دول اسمهم محمد وشيماء، وهما الاتنين عايشين في مخيم ملعب الشهير محمد الدرة في مدينة دير البلح من حوالي شهرين. وبعد ما أجلوا الفرح لأكتر من 4 شهور قرروا يحتفلوا بالفرح في حفل زفاف بسيط، والعريس قال إنه هيعوض عروسته برحلة عمرة بعد انتهاء الحرب علشان يعوضها إنه هو ما عملهاش فرح. وبعد انتشار صور الفرح دي بعدها بكم يوم انتشرت أنباء عن استشهاد العروسين، ولكن الأنباء دي لسه لحد دلوقتي ما اتأكدتش، ومحدش يعرف هما ميتين ولا عايشين، لكن بنتمنى إنهم يكونوا عايشين، ويا رب يعيشوا مع بعض حياة سعيدة مليانة بحب وأمل وتفاؤل، والزوج يروح مع زوجته رحلة عمرة زي ما وعدها، وإن شاء الله فلسطين ترجع لأهلها. إيه رأيكم في قصة العريس والعروسة دول؟ وإيه رأيكم في فكرة الاحتفال بالفرح رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم؟ شاركونا بالرأي.